أيها التاجر، حينما تحتال على زبنائك، حينما تغش زبنائك، حينما تنقص في الميزان، أما تستحي من الله تبارك وتعالى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تستحي من الله جل وعلا؟ ألم تستحي أيها الطبيب الذي يستغل مرضى عياذا بالله تبارك وتعالى، أما تستحي من الله؟ أما تستحي أيها الأستاذ، أيها المعلم الذي يغش تلاميذه ويغش طلابه، أما تستحي من الله تبارك وتعالى؟ أما تستحي أيها الشاب الذي يخادع الفتيات، أما تستحي من الله تبارك وتعالى؟ أما علمت أنه كما تدين تدان عياذا بالله تبارك وتعالى؟ أما تستحين أيتها الفتاة التي تتلاعبين بمشاعر الشباب، أما تستحين من الله؟ أما تستحين وأنت تخرجين بهذا الثياب الفاضح إلى الأسواق والشوارع؟ أما تستحين من الله تبارك وتعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقار؟ ما لكم لا ترجون من الله وقار؟ ما لنا لا نرجو لله جل وعلا وقار؟ إلى متى هذه الجرأة على الله؟ إلى متى هذا التجرؤ وهذا التفريط في حق الله تبارك وتعالى؟ أعظم الحياء أن تستحي من ربك، أعظم الحياء أن تستحي من ربك. نار يوذن يستحون من الناس ولا يستحون من الله تبارك وتعالى. أمام الناس يظهر كل فضل وكل جميل وكل خلق حميد، وبينه وبين ربه تبارك وتعالى تنتهك الحرمات عياذا بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء شر المكان عياذا بالله. وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويحجون كما تحجون، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نار يخلو بمحارم الله، نغير وحذس لا يراه فيه أحد من البشر، تجرأ على الله وانتهك حرمات الله. يوم تسدل الأستار عليه وتغلق الأبواب عليه، ينتهك حرمات الله تبارك وتعالى، ولا يرجو لله جل وعلا وقارا عياذا بالله تبارك وتعالى. فيجب أحباب الكرام أن نستحي من الله جل وعلا حق الحياة، أن نستحي رب سبحانه وتعالى حق الحياء. فالحياء ذو النزغيح يا رب سبحانه وتعالى، هذه الأمة من جديد.